FM. الكلمة ليك. نجم البعض يعتبرها مبالغة من جهتي، أنا نعتبرها أن الوثيقة راهي ولدت ميتة. على خاطر الوثيقة شنو عملت الوثيقة؟ كررت مجموعة من الشعارات والأهداف الكبرى العامة لمختلف الأطراف المشاركة في الوثيقة. ثم نجم يكونوا بعض الأطراف موجودين، ثم بنود ما 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 هيش في برنامجهم، ولكن بما أنها وثيقة ائتلافية تجمع مجموعة حولها، تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ العامة. أور البلاد ما هيش في حاجة للمبادئ العامة، الشعب التونسي كيف يخرج للشارع يعلنوا على المبادئ الكبرى، الشعارات اللي رفعها الشعب التونسي بصورة حرفية، التشغيل والتنمية والديمقراطية والكذا وإلى آخره، هذيك المبادئ العامة تم تكرارها معنا في الوثيقة، ما هيش برنامج. الكلمة ليك.